أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم مستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا
ومن النخل من طلعها قنوان دانية
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم. صدق الله العظيم.